أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، نلتقي اليوم معكم بندوة حول التابع اللوغاريتمي، ونرجو منكم التواصل على رقام الهاتف التي سوف تظهر في أسفل الشاشة. ونرحب بضيف الندوة أستاذ خلدون شماع، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أهلا أستاذ. فيك، موجه في تربية دمشق. بس بدنا نسألك سؤال، إنه هلأ أهمية التابع اللوغاريتمي كتابع بشكل عام في الرياضيات وفي تطبيقاته؟ طبعا بالنسبة للتابع اللوغاريتمي له تطبيقات عديدة. أحد التطبيقات هي معرفة حدوث الزلازل تمام في قانون معين بيحسب كيف نحسب، يعني اللي بيشتغلوا بالزلازل في طبعا قوانين معينة كلياتها قوانين لوغاريتمية بيعتمدوا عليها لمعرفة أو توقع حدوث زلزال معين في مكان معين. هي إحدى أو أحيانا معرفة حتى بعتقد جهاز الريموت كنترول تبع علاية الصوت وخفضه يتم وفق طبعا لوغاريتمي. تابع لوغاريتمي، وهكذا هي إحدى التطبيقات اللي معروفة بالنسبة للتابع اللوغاريتمي كتطبيقات حياتية. لذلك في الزلازل يقال انه الفرق بين الدرجه 7 والدرجه 8 10 اضعاف، هي من مسائل القوى، لانه تابعه تماما لتابع لوغاريتمي، تماما وبالتالي هي تعد من اهم التوابع اللي نشتغل فيها بشكل عام بالتابع اللوغاريتمي. طبعا اتمنى العافيه لكل من خلينا نقول بسبب الزلزال تأذى. نتمنى من طلابنا متابعتنا بشكل متواصل على ندواتنا، خاصة في هذا الظرف الذي وقع لكثير من طلابنا في المدن حلب واللاذقية وإدلب وحماة. أستاذ خلدون، طبعا المتابع اللوغاريتمي تابع معروف بخواصه، ويمكن الخواص معروفة دائما كيف نطبقها، لكن حاليا رح نبدأ بحل معادلة مباشرة نطبق فيها الخواص مباشرة حتى نحصل على حل هذه المعادلة. ما بدنا نذكر الخواص بشكل مباشر، لأنه المفروض أن الواحد يأخذهم بشكل جيد من خلال النظر الموجود في الكتاب. فينا نبدأ بحل معادلة. تفضل. خلينا ننزل خط شوي مشان نحن في عندنا مشكلة مع ال ايوه خلينا ايوه من هون حل المعادلة بسبب الشارع. نص لوغاريتم 2 اكس يساوي لوغاريتم 3 ناقص اكس ناقص لوغاريتم جذر تحت الجذر في اكس زائد 1. طبعا بداية حل معادلة المفروض أن نوجد مجموعة تعريف هذه المعادلة. إذن الخطوة الأولى في حل معادلة لوغاريتمية هي نوجد مجموعة التعريف. تعريف المعادلة. طبعا مجموعة تعريف المعادلة هنا ما داخل كل لوغاريتم يجب أن يكون أكبر تماما من الصفر. فالحلول هي يجب أن يكون x زائد 1، طبعا جذر ال x زائد 1 أكبر من الصفر، ومنه مباشرة حنكتب أنه x زائد 1 يجب أن يكون أكبر تماما من الصفر، و 3 ناقص x أكبر تماما من الصفر، و 2 x أكبر تماما من الصفر. وهذا يكافي أن ال x يجب أن تكون أكبر تماما من الناقص 1، و وإذا نقلنا الـ x إلى الجهة الأيمن للطرف الأيمن سيكون x أصغر تماما من الثلاثة، و 2 x أكبر من الصفر. إذا قسمنا الطرفين على x سنحصل على x أكبر على 2، سنحصل على x أكبر تماما من الصفر. نقاطع هذه المجالات، كل متراجحة تعبر عن مجال. فمجموعة تعريف المعادلة هي x تنتمي من الصفر إلى الزائد لا نهائي، تقاطع من x أصغر من 3 من الناقص لا نهائي لا من 3 لـ 3
مباشرة. تقاطع من ناقص واحد ل زائد لا نهائي. تمام. طبعا واضح تقاطعات هذه المجالات الثلاث هي مباشرة، إما أن نرسم مستقيم الأعداد أو التقاطعات هي من الثلاثة، من الصفر للثلاثة، من الصفر عفوا إلى الثلاثة. تمام. هلا فكرة التقاطعات، وانه بما انه هي اساسا مأخوذة من صف العاشر، المفروض الطالب يعرفها، بس يفضل انه يستخدم مستقيم الاعداد في البداية طبعا اذا كان غير متقن لهي العملية. ممكن يرسم مستقيم الاعداد، وفي طريقة هيك يعني حرفية، اذا كان عم قاطع مجالات مع بعضها، فينا نقول له للطالب هيك يعني انه اذا عم يقاطع بس مجالين هيك مثلا A B، تقاطع مثلا C D، هذا الطالب الذي لا يتقن مستقيم الأعداد، طبعا مستقيم الأعداد هو يفضل أنه يطبقه. No. هو عبارة عن جواب، هو ماكس، الماكس يعني الأكبر بين العددين A و C و C، والمينيموم بين العددين B و D، طبعا بشرط أن يكون هذا العدد أصغر من هذا العدد. تمام. يعني إذا طلع معنا أنه هذا العدد أكبر من هذا العدد، معناته تقاطع فاي، لا يوجد تقاطع بين المجالات. يعني في شرط أنه وجود يعني مجال بالأخير. إيه، يطلع مجال، ما يطلع أنه هذا العدد مثلا يطلع من الخمسة إلى الاثنين، معناته تقاطع فاي، بيكون غلط. تمام. بيكون لا يوجد تقاطع. بيكونوا أساسا منفصلين هذا المجال. بالأساس منفصلين. يعني إذا الطالب مو حابب يطبق الـ على قدر طبعا قارنا هذه فكرة إذا قارنا بي وسي ودي وإي بهاي المواضيع ممكن واحد ينتبه لها. بالمقارنة بيعرف انه موجود تقاطع او لا، وبالاخير بيقدر يقول انه هاي الطريقة يحسب. طبعا هي الطريقة المثلى هي انه يطبق يرسم مستقيم الاعداد. هلا الخطوة الثانية، نطبق الخواص لنحصل على لوغاريتم يساوي لوغاريتم. انا قبل ما نطبق الخواص لحتى اتخلص من الجذر مشان ما فوت بحل معادلة فيها جذر تربيعي، حنضرب الطرفين باثنين. نضرب طرفي المعادلة باثنين، فنجد أن لوغاريتم الاثنين إكس يساوي اثنين لوغاريتم الثلاثة ناقص إكس ناقص اثنين لوغاريتم جذر الإكس زائد واحد. فمنلاحظ هنا أنه أصبح لدينا لوغاريتم الاثنين إكس يساوي، هنطبق خواص اللوغاريتم، بتصير 3 ناقص X على القوس تربيع، طبقنا الخاصة 2 لوغاريتم X هي لوغاريتم X تربيع، وطبعا هون إذا طبقنا الخاصة هي نص لوغاريتم جذر X زائد 1، سيكون الناتج لوغاريتم X زائد 1، فيصبح لدينا لوغاريتم 2 X يساوي لوغاريتم الثلاثة ناقص X على القوس تربيع على X زائد واحد. طبعا لوغاريتم يساوي لوغاريتم، سيكون لوغاريتم الـ A يساوي لوغاريتم الـ B، هذا يكافئ أن الـ A يساوي B، معناته هذا يكافئ أن 2X يساوي إلى 3، يمكن ما بتوضح ما هيك؟ لا أنزلها شوي بس إذا بيكون أفضل. معناتها صارت 2x يساوي 3 ناقص x على القوس تربيع على x زائد 1. نضرب ضرب تقاطعي، 2x في x زائد 1 يساوي إلى 3 ناقص x على القوس تربيع، فيكون الناتج 2x مربع زائد 2x يساوي مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالثاني زائد مربع الثاني، مطابقة تربيعية. ننقل جميع الحدود إلى جهة واحدة، فينتج لدينا X مربع زائد 2X زائد 8X ناقص 9 يساوي 0. نستطيع أن نحلها بطريقة التحليل المباشر، X زائد
بX ناقص عددان جداؤهما 9 ناقص 9 ومجموعهما 8 هما 9 و1 جداؤهما ناقص 9 ومجموعهما 8. إما x زائد 9 يساوي الصفر ومنه x يساوي ناقص 9 وهو مرفوض لا ينتمي إلى مجموعة التعريف. ما ينتمي إلى دي نعم. إلى المجال من الصفر إلى الثلاثة فهو مرفوض. أو x ناقص 1 يساوي الصفر معناته x يساوي إلى الواحد مقبول لأنه ينتمي إلى المجال من الصفر إلى الثلاثة. معناته مجموعة الحلول S هي عبارة فقط الحل S يساوي الواحد. بس خلينا نأخذ هون داخل الشروط، إذا كتب X أكبر من ناقص واحد و X أصغر من ثلاثة و X أكبر من الصفر ومباشرة حط إنه مجموعة التعريف من الصفر لثلاثة يأخذ العلامة ضمنها. تمام، إذا هو تطبيقاتها بسهولة، لأنه يعني في كثير من الطلاب قادر على هاي الموضوع ذهنيا. المسألة الثانية كمان بالأفكار هون، إذا مباشرة قال إنه بما إنه X زائد 9 لا يمكن أن تساوي الصفر بمجموعة التعريف فX يساوي الواحد، فكمان بحق له مباشرة لا يمكن أن تساوي الصفر حسب مجموعة التعريف. طبعا هاي حسب الطالب وحله، لكن هذا الحل مثالي للعمل بهذا الموضوع. طبعا نحن هنا بس تعليقا أنه هنا هذه معادلة لوغاريتمية تحتاج إلى تطبيق الخواص لردها إلى لين يساوي لين. تمام. يعني هيك نحن بنصنفها، هي معادلة، فلازم الخطوة الأولى أن أوجد مجموعة التعريف، يعني لازم نقول ما داخل كل لوغاريتم أكبر تمام من الصفر. أما إذا كان لدينا معادلة مثلا لوغاريتمية من الشكل لين مثلا 2x زائد 1 يساوي مثلا لين الاكس مربع زائد 2. تمام، خلينا نقول ناقص 2 اسهل لي مشان فكره التعريف. انت بدك مشان مشكله مساله التعريف. نعم ناقص 2. فهنا كونه لين يساوي لين يكفي شرط واحد أن نقول بأنه أكبر من الصفر. فنأخذ التابع الأبسط اللي هو مثلا هذا نسميه شرط الحل، هذا نسميه شرط الحل وليست مجموع التعريف. يعني أي حل سوف يكون للمعادلة يجب أن ينتمي إليه، وهو أن نقول فقط أن 2x زائد 1 أكبر تمام من الصفر. ما السبب نضع هنا شرط الحل؟ يعني x أكبر من الناقص نص، فيكون شرط الحل هو x ينتمي من الناقص نص لا زائد لا نهاية. ومن ثم منحل من قيم اللوغاريتمات ومنحل 2x زائد 1 يساوي x مربع، من قيم إنه لوغاريتم a يساوي لوغاريتم b هذا يكافئ أن ال a يساوي b. والسبب هو أن لين ال fx يساوي لين ال gx، فإذا كان جي إكس أكبر من الصفر. هذه محققة إمتى هذه المعادلة؟ إذا كان أول شيء لازم يكون إف إكس أكبر تماما من الصفر، و جي إكس أكبر تماما من الصفر، و إف إكس يساوي جي إكس يساوي جي إكس. فإذا كان، فإذا نحن هل إذا قلنا حطينا سؤال مثلا هذا الشرط، هل يكفي لحل المعادلة السابقة فقط؟ يعني لازم انه هنا لازم يتحققوا ثلاث شروط، هذا الشرط الاول وهذا الشرط الثاني، وبعدين لازم يكون اف اكس يساوي جي اكس حتى تكون المعادلة محققة. هل يكفي لحل المعادلة السابقة فقط تحقق الشرطين واحد واثنين، واحد وثلاثة او اثنين وثلاثة او اثنين وثلاثة؟ يعني بكفي ان نقول اف اكس مثلا اكبر من الصفر و اف اكس يساوي جي اكس؟ بالتاكيد الجواب نعم. ليش؟ لانه عندما يكون اف اكس اكبر من الصفر وجي اكس تابع يساوي، فحتما سيكون جي اكس اكبر من الصفر. فهذا الشرط، اذا الاكس اللي راح اختاره لحل هذه المعادله لازم يحقق انه اف اكس اكبر من الصفر، وبالتالي يحقق ان جي اكس اكبر
نص صفر. هلا هون احيانا في يعني خلينا نقول المعادله تكافئ الجمله الاتي، اذا واحد كتب لي ما ياتي، الجمله هي 2 اكس زائد 1 اكبر من الصفر و2 يساوي هذا، تمام؟ فهي تكافئ المقصود فيها تكافئ في الحلول، تكافئ في الحلول، تكافئ في الحلول تماما. فهي لانه انا شفت هيك حلول موجوده وعم بيستخدموها انه بيختصروا الحل طبعاً. كمان بالمتراجحات اذا نفسها حطيناها متراجحه اكبر او تساوي، خلينا اكبر، ايوه اكبر او تساوي لوغاريتم الاكس تربيع ناقص 4، خلينا ناخذها هيك عشان تسهيل العمل. اذا بدنا هاي نحلها ضمن الشروط لازم يكون اف اكس اكبر من الصفر وال2 اكس زائد 1 اكبر من الصفر وال2 اكس زائد 1 اكبر من الاكس تربيع ناقص 4، لكن ممكن نكتفي، ممكن نكتفي انه نقول انه فقط التابع الصغير يكون اكبر من الصفر، هذا كشرط حل، وبيكون هذا اصغر من هذا يكفي. ليش؟ لانه اذا كان الصغير اكبر من الصفر فاكيد اللي اكبر منه حيكون. اذا هاي الجمله تكافئ، الجمله تكافئ، اذا المتراجحه تكافئ سابقة محققة عندما إكس مربع ناقص 4 ناقص 4 أكبر من الصفر و 2 إكس زائد 1 أكبر أو يساوي إكس مربع ناقص 4. إذا هاي إذا حلناها هدول الثنتين مع بعض عمليا عم نوجد حلول متراجحة هاي. طبعا احنا ما بدنا نخوض بتفاصيل الحل، نترك الموضوع للطالب لانه هاي اصبحت يعني خلينا مهارات، مهارات صف عاشر وحادي عشر. خلينا ننتقل لموضوع ثاني. خلينا ناخذ بس السؤال من خلال الكمبيوتر. في عندنا هون ارسم في معلم متجانس او اي جي مجموعه النقاط ام اكس واي المحققه للشرط الاتي: لوغاريتم الاكس زائد لوغاريتم الواي تساوي الصفر. في كثير من الطلاب يسألوني مثل هيك مسألة، ممكن تجي أستاذ خلدون، هل هي من ضمن يعني مهاراتنا؟ أكيد وجودها بالكتاب طبعا. وجودها بالكتاب يعني أنا بالكتاب يعني أنه هي تمرين يمكن أن يكون امتحان أخير، تمام. إذا هذا تمرين من تمرينات ممكن تكون امتحان نهائي. خلينا نأخذ كمفهوم، وخصوصا أنه هو مفهومه شوي بحاجة لهيك تركيز عند الطلاب. هلا بدنا نعين مجموعة نقاط ام اكس واي المستوي التي تحقق المساواة لن اكس زائد لن واي يساوي صفر. نعم. طبعا هذه المعادلة معرفة عندما اكس اكبر من الصفر وواي اكبر من الصفر. اكس اكبر من الصفر وواي اكبر من الصفر. فهلا نكتب لن الاكس ضرب y يساوي الى صفر اذا طبقنا الخواص. فمنلاحظ انه لن الاكس ضرب y يساوي صفر، يعني هي نفسها لن الاكس ضرب y يساوي لن الواحد. معناته ومنه x بy يساوي الواحد، ومنه y يساوي واحد على x، وهذا تابع مرجعي بالنسبه للطالب وبيعرف انه هو عباره عن قطع زائد، ولكن هذا القطع الزائد بشرط أن يكون x أكبر من الصفر و y أكبر من الصفر. هذا القطع الزائد يكون مرسوم بالربعين الأول والثالث، بالربعين الأول والثالث. طالما x أكبر من الصفر و y أكبر من الصفر معناتها بناخذ فقط المرسوم في الربع ال، ولاحظ أنه نحن طلبنا ارسم في معلم متجانس، يعني هذا القطع الزائد كامل، ولكن الجزء هذا، ولكن هذا الجزء ما بدنا اياه لانه لا يحقق الشرط، لا يحقق الشرط. اذا هي معادله حصلنا عليها واي تساوي 1 اكس هي معادله قطع الزائد، لكن نحن الخط البيان المحقق للمعادله المفروضه انه هو الخط الذي يقع في الربع الاول. فبنقول فمجموعه النقاط، فمجموعه النقاط M X فاصلة Y تمثل جزء من قطع زائد، جزء من قطع زائد المرسوم في الشكل الأعلى.
جزء من القطة الزائد الذي معادلته يفضل ذلك وات سوات على اكس، بس بما انه كاتبينه نحن كتبنا وايد طبعا، فلذلك المقصود في هذا. المسألة الثانية انه هون لاحظ انه هي بمجهولين، هي معادلة بمجهولين، وبالتالي ذلك هي تمهيد لحل معادلتين بمجهولين. تمام. يعني هو يجب على الطالب معرفة اي معادلة بمجهولين هي عبارة عن منحني بشكل عام، تمثل منحني، اما منحني كتابع مرجعي اللي احنا بنعرفه او منحنيات اللي احنا ما بنعرفها. انا في بعض الطلاب كمان انه من وين اخذنا هذا التابع؟ هلا موجود بالصف العاشر كتابع مرجعي، بالحادي عشر وحاليا نحن عم نستخدمه. هون بناكد فكره انه نحن بالرياضيات مساله متكامله، ولا يوجد انه هذا الشيء اخذناه بالعاشر ولا اخذناه بالحادي عشر. كل الخواص اللي ماخذينها في مناهجنا ما نحن بحاجتها طبعاً. فلذلك ممكن استخدامها في اي وقت وفي اي مكان. المساله الثانيه خلينا ناخذ نروح باتجاه الحكي اللي كنت تتعلق بتقول عنه معادله بمجهولين. فينا خلينا ناخذ من الكمبيوتر السؤال. جد الحل المشترك لجمله المعادلتين الاتيتين، اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 10، ولوغاريتم الاكس زائد لوغاريتم الواي، اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 10، ولوغاريتم الاكس زائد لوغاريتم الواي تساوي 3. اذا انا بدي احل جمله المعادلتين مع بعضهم، طبعا هذه المعادلتين بمجهولين، بس نوضحها للزائد بحيث القضيه تكون واضحه ان شاء الله. طبعا هنا المعادلتين معرفتين عندما اكس اكبر من الصفر وواي جملة المعادلتين معرفتين عندما اكس اكبر من الصفر مضمون اللوغاريتم وواي اكبر من الصفر. طبعا هون لي تعليق انه ما بيصير لما يطلع معي اكس اكبر من الصفر دغري نقول مقبول، لازم نشوف المقابل له يطلع الواي اكبر من الصفر بعدين بقول الحل مقبول، لانه انا لازم الاثنين يتحققوا. يتحقق الشرطين كلمه لازم الاثنين يتحققوا اكس وواي. هنا الرابط واي اكس وواي، يعني ما يعني في بنلاحظ انه بعض الطلاب بيكتبوا دغري بتلاقوا اكس موجب فدغري بيقولوا مقبول وبيلاقوا الواي بعدين المقابله. احيانا ممكن تكون الواي اللي بتقابلها سالبه فصارت هذا كحل مشترك فصار مرفوض، يعني ننتبه لهذه النقطه الان. بس للتعليق فقط على الموضوع، المعادله الاولى تمثل ماذا؟ دائره. تمام. والمعادله الثانيه هلا حلينا مثلها، هي عباره اذا تخلصنا من اللوغاريتم فستمثل عباره عن قطع جزء من قطع زائد. تمام. اذا هن معادلتين، لاحظوا انه راح هي عباره عن تقاطع منحنيين. تمام. عمليا لذلك الحلول هي ستكون نقاط. نعم. وليس اكس فقط كنقطه على مستقيم، هي على نقطه في مستوي ثنائيات اكس واي. نعم. هلا طبعا احنا حناخذ المعادله الثانيه نتخلص من اللوغاريتم، فبتصير اكس مربع زائد واي مربع يساوي 10، والمعادله الثانيه هي اللوغاريتم الاكس ضرب واي يساوي 3. لوغاريتم 3 مو 3. ايوه لوغاريتم 3. معناتها فصار عندي معادلة x مربع زائد y مربع يساوي 10. نعم. أما المعادلة الثانية فهي x بy يساوي إلى 3. طبعا فينا نربع المعادلة الثانية ونعوض الثانية بالأولى. في عدة طرق بالحل، هحلها بطريقة حرفية شوي. هأخذ x زائد y على القوس تربيع، يعني طبعا في طرق كثير بيحلها، فنحن بنعرف انه اكس زائد واي على القوس تربيع هي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد 2 اكس واي. معناتها صارت اكس زائد واي على القوس تربيع هي عباره عن هذا جوابه 10 زائد 6 زائد واكس بي واي هي جوابها 3، 3 في 2 6، معناتها جوابها 16. نعم. اذا اكس زائد واي تربيع للتربيع هو عبارة عن 16، وطالما X و Y موجبين معناتها X زائد Y موجب،
معناتها جذر هو موجب، نعم معناتها اكس زائد واي يساوي، طبعا ما بصير تطلع ناقص 4، فاكس زائد واي هو عبارة عن 4. تمام. إذن هنا فقط الحل الوحيد إلى تمام الحل الوحيد ففيني أنا أحلها هلا هون، عددان موجبان تماما، مجموعهما 4 وجداؤهما وجدهما 3، ثلاثة. فهما 1 و3. تمام فالحلول طبعا نحكيها حكيف، أنا حأكتب الحلول مباشرة. طبعا بنقول عددان موجبان إكس وواي مجموعهما 4 وجداؤهما 3 هما 1 و3، فالحلول إما إكس 1 وواي 3 أو بالعكس إكس 3 واي 1. فهذا مشان بس نوفر وقت. ومثل ما تفضل الأستاذ مديان، هذه الحلول ظهرت من خلال رسم الدائرة التي مركزها مركزها صفر 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 ونصف قطرة جذر العشرة، إذا تخيلناها فرضا أنه هاي نصف قطرة جذر العشرة و تقاطع القطع التابع الزائد. الثاني هو عبارة عن جزء من قطع زائد اللي هو بهذا الشكل. فهاتين هن النقطتين يلي طلعوا معي، هي النقطة إكساتا 1 وواي 3، وهي النقطة يلي طلعت إكساتا 3 وواي 1. شاكر لك بهي الفكرة، لأنه نحن شو الهدف من وجود هيك معادلات بكذا، هي فكرة تقاطع منحنيات بشكل عام وكتطبيق مباشر لهذا الموضوع. فينا نأخذ مسألة ثانية. في عندي تابع، خلينا نأخذه f x يساوي لوغاريتم الاكس تربيع زائد 1 ناقص اكس. ناخذ من اليسار من هيك تكتبوا ما بعرف شيء من هون، اف الاكس يساوي لوغاريتم بين قوسين اكس تربيع زائد 1 ناقص اكس. ادرس تغيراته. هذا كسؤال مبدئي. طلب الأول أدرس تغيرات. أدرس طبعاً هذا التابع معرف على R. تمام. أدرس تغيرات حتى هني لو ما قالوا نحن قادرين نجد مجموعة التعريف. ونظم جدولاً فيها طبعاً. نعم. في تفصيل دائماً هذا. طبعاً F معرف ومستمر. واشتقاقي. نعم. على المجال. من الناقص لا نهاية إلى الزائد زائد لا نهاية. ليمت الـ fx لما الـ x 9 إلى ناقص لا نهاية، سيكون الناتج هو عبارة عن زائد لا نهاية. زائد لا نهاية هو عبارة عن زائد لا نهاية. نعم. أما عند زائد لا نهاية فهي حالة عدم تعيين. نعم. من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. طبعا لحتى نزيلها حنحاول نخرج من داخل اللوغاريتم اكس مربع عامل مشترك. هنا في خاصة انه في كثير من الطلاب بيخرجوا اكس كعامل، هون لن يستفيد منها. لن يستفيد اذا اخرج اكس عامل مشترك. لن يستفيد. تبقى لا نهاية على الان. نعم طبعا. فبدي استخدم خواص اللوغاريتم بطريقة معينة. نعم. لإزالة علامة التعيين. نعم. الاكس مربع يبقى لدينا 1 زائد 1 على إكس مربع ناقص إكس. خلينا نشوف نشيلها. فمنطبق الخواص. إيه تمام تمام منيح. منطبق الخواص اللوغاريتم. فإف إكس يساوي لوغاريتم، كأنه باليد أفضل يمكن. إيه. لوغاريتم الإكس مربع زائد لوغاريتم 1 زائد 1 على إكس مربع وهي ناقص إكس. طبعا بما أن إكس في جوار لا نهاية، يعني إكس مقدار موجب أكبر من صفر، فنستطيع أن نضع لوغاريتم إكس مربع هي 2 لوغاريتم إكس. تمام. فيكون الناتج 2 لوغاريتم إكس لوغاريتم الإكس زائد لوغاريتم 1 زائد 1 على إكس مربع ناقص إكس. نخرج الآن إكس عامل مشترك من كل الحدود، فيبقى لدينا 2 لوغاريتم الإكس على إكس زائد لوغاريتم 1 زائد 1 على
اكس مربع على على اكس اكس ناقص واحد. فنلاحظ ان هذه مبرهنة تمام لان اكس على اكس فهي سوف تسعى الى الصفر. الصفر. وهذا المقدار واحد على لا نهائي سيكون صفر لان الواحد صفر، صفر على لا نهائي سيكون الناتج حسب القواعد العامة بالنهايات هي صفر. وهذا المقدار سوف يسعى الى نحو زائد لا نهائي، فالناتج هو حيكون لا نهائي بناقص واحد، اذا هو ناقص لا نهائي. فليمت الاف اكس لما الاكس تسعى، خلينا نكتبها فوق بعد اذنك، بعد اذنك بس مشان ايه ليمت اف اكس ليمت ليمت نعم الاف اكس لما الاكس تسعى الى ناقص لا نهائي، عفوا زائد لا نهائي، جوابها ناقص لا نهائي. هلا الخطوه اللي بعدها هي الاشتقاق. قبل الاشتقاق بس في ملاحظه هون، نعم. كان ممكن فقط يخرج الاكس من 2 لوغاريتم الاكس والناقص اكس ويترك هاي مباشره، فكان النهايه رح تطلع معه نفس الطريقه لانه هذا حد مسالم، ما في عدم تعيين، ما المشكله هنا هنا اصبحت تمام. على تطبيق الخواص. ممكن يستفيد من هاي الفكره ويريح حاله لانه طبعا يعني هذا نسميه حد مسالم، يعني ما حيعمل شيء. عدم التعيين بعد تطبيق الخواص ظهرت في الحدين الاول والاخير، فنستطيع اخراج عامل الاشتراك فقط في الحد الاول والاخير. تمام شكرا. هلا خلينا نشتقه. اف فتحه اكس يساوي هنا مشتق ما داخل لوغاريتم مضمون مشتق لين جي اكس، وجي فتحه اكس على جي اكس، فهنا اشتقاق هو 2x على x مربع زائد 1، وهنا ناقص x مشتقة 1. نحاول أن نوحد المقامات لمعرفة إشارة الإف فتحة x، فيكون الناتج هو عبارة عن، هأخرج مباشرة الناقص عامل المشترك، هتكون x مربع ناقص 2x زائد 1 على x مربع زائد واحد. فمنلاحظ انه الاف فتحة اكس هو عبارة عن ناقص اكس ناقص واحد على القوس تربيع على اكس مربع زائد واحد، كان ما في داعي للقوس، ما في داعي. فهذا المقدار هو اصغر او يساوي صفر، حيث البسط ينعدم عند x يساوي الواحد، حيث الاف فتحة x يساوي الصفر عندما x x ناقص واحد للتربيع يساوي الصفر، يعني عندما x يساوي الواحد مباشرة. وإذا حاولنا أن نوجد، بس ملاحظة بس قبل ما نكمل، انه انا معرفتي للمتطابقات مساله اساسيه، ما واحد يقول انه هذا، ولانه في كثير من الطلاب يعتقدوا انه فقط مساله الدلتا هي بتعتمد على معادلات، هون ما احتجت لمعادله بس بحاجه للمتطابقات وبحاجه لمعرفه خواصها كمان. تمام تفضل. فاف الواحد هي لين الاثنين ناقص واحد، لين الاثنين ناقص واحد. فاذا وضعنا جدول التغيرات، خلينا نكتبها ناقص واحد زائد لوغاريتم اثنين افضل لي، لانه نعم. بنخاف منه طريقه قراءتها. ناقص واحد زائد لوغاريتم اثنين، طبعا لا تنسوا انه هذا مقدار سالب لان لوغاريتم اثنين هو تقريبا 0.7، اصغر من اقل من الاي، فهو اقل من الاي فهو اصغر من الصفر، اصغر من الواحد عفوا. فهون هذا الجواب سالب. فهون جدول التغيرات اكس اف فتحة اكس اف اكس من الناقص لا نهائي الى زائد لا نهائي وانعدم عند الواحد، ودوما المشتق كان مقدار سالب، هنا زائد لا نهائي متناقص الى المقدار ناقص واحد زائد لوغاريتم الاثنين ومتناقص الى ناقص لا نهائي. هون كمان بيجي لبالي ما ياتي انه بعض الطلاب مباشره مثلا بده يحطوا اشاره المشتق هون سالب موجب او موجب سالب، بصيروا يعتمدوا طبعاً على هاي الفكره
وهي فقط عندي اياها فقط بالمدرجه الاولى او بعض التوابع الخاصه، بس هي هنا بده الواحد يتاكد انه مو كل الخواص هي نفس خواص الدرجه الاولى، فلذلك يجب الانتباه الى، ولاحظوا انه احنا نبهنا عليها من خلال المشتق. هلا الطلب الثاني، احسب اف الواحد، احسب اف الواحد واستنتج حلول متراجحه، عفوا اف الصفر، اف الصفر نعم، واستنتج حلول متراجحة مجموعة حلول المتراجحة اللي هي لين الإكس مربع زائد واحد أصغر أو تساوي لين الإكس، أصغر أو تساوي إكس، أصغر أو تساوي إكس. جاء الخط. فمنلاحظ انه اف الصفر اذا عوضنا بالتابع سيكون الناتج هنا اكس مربع صفر لين الواحد صفر ناقص صفر صفر، فمنلاحظ انه اف الصفر صفر. اذا وضعنا اف الصفر صفر على جدول التغيرات هنا يكون اف الصفر صفر. نعم. فبنستنتج اول شيء المتراجحه هي عباره عن لين الاكس مربع زائد واحد اصغر او يساوي اكس، الاستنتاج يجب ان نكتبها بدلاله اف اكس. المتراجحه المفروضه تكافئ، نعم، اذا نقلنا الاكس الى الطرف الايسر فتكافئ ان اف اكس اصغر او يساوي الصفر. إذا بعد نقل الإكس بعد نقل الإكس إلى الطرف الأيسر، فمتى يكون إف إكس أصغر أو يساوي الصفر؟ من جدول التغيرات، بنلاحظ من جدول التغيرات أن إشارة إف إكس هي في هذا المكان إشارتها من الزائد لأن هي للصفر إشارتها موجبة. من الصفر إلى العدد السالب سالب. سالب. وهنا كلها سالبة صارت. فهنا كلها سالبة، معناتها الحلول هي قيم اكس التي تجعل اف اكس اصغر من الصفر، فهي من الصفر للانهاية. واضح من خلال التناقص انه ما دام هي الصفر هو حد هنا فصار اصغر من جميع، اصغر من الصفر بعد الصفر. هذه المتراجحة هي اكس تنتمي من المجال المغلق صفر الى سائد لا نهائي، خاصة انه نحن هون اصغر او تساوي، فالحلول هي من الصفر للزائد لا نهائي. اذا الفكرة فيها كمان في مسألة ممكن كنا نطلب مباشرة اثبت انه لها حل وحيد، ثم المعادلة اف اكس يساوي الصفر، ثم استنتج حلول المتراجحة. تمام، كان كونه مستمر ومتناقض، لكن هيك بتكون بسطنا على الطالب ووضحنا كيفية ايجاد حلول متراجحة من خلال جدول التغيرات. تمام. وهذا مطروح بكتابنا باكثر من مثال، وهذا مثال اخر على هذا الموضوع. في موضوع في ناخذ، خلينا ناخذ تابع اخر بما يخص هذا التابع. رح ناخذ تابع هو اف اكس يساوي اكس على لوغاريتم الاكس والمعرف على المجال من الواحد الزائد للنهاية. فينا ناخذ انه ادرس الطراد التابع. طبعا الاسئله عم نحطها ليست الا امثله لتوضيح بعض الافكار، يعني ممكن كان الواحد مثلا يسال ادرس تغييرات التابع ورسم وكذا، نحن هنا نريد فقط ادرس الطراد التابع اف. ادرس الطراد التابع اف على مجموعه تعريفه طبعا من الواحد للانهائي. تمام. دراسه الاضطراد طبعا هنا اف اشتقاقي هي اول خطوه. طبعا احيانا الطالب بينسى يكتب هي اف اشتقاقي. طب لما نطبق المبرهن دراسه الاضطراد على مجال، اول شرط يجب ان يكون اف اشتقاقي على مجال اي، بعدين بنقول اف فتحه اكس اكبر او اصغر كونه عم نعتمد على المشتق في معرفه التزايد او التناقص. طبعا اف فتحه اكس هو مشتق قسم التابعين، مشتق البسط واحد بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على
مربع المقام، فيكون الناتج F فتحة X يساوي لن X ناقص واحد على لن X للتربيع. طبعا إشارة F فتحة X من إشارة البسط، حيث ينعدم عند X يساوي E على ما أعتقد. طبعا X يساوي E F فتحة X ينعدم F فتحة عند E يساوي صفر، عندما X يساوي E. ونلاحظ انه اف الاي هو هي اي اي على لن الاي هي اي. فجدول التغيرات من الواحد الى الزائد لا نهاية وانعدم عند الاي، والاشارات ناقص زائد، نحن فقط نريد دراسة الاضطراب. تمام، نحن ما دورنا على نهايات، نهايات بسيطة بكل الأحوال. هنا نلاحظ أن التابع هنا موجب تماما، وهو أكبر أو يساوي الـ E كـ Fx، إذن موجب. هلأ الموضوع الثاني بدنا نعرف متتالية. هذه المتتالية هي U0 تساوي 5 UN ان اكبر او يساوي صفر وفق العلاقه التدريجيه يو صفر يساوي خمسه يو ان زائد واحد تساوي اف يو ان. خلينا نشوف هلا كدراسه اضطراد هلا كمتتالي كيف، او وخلينا نثبت انه ايا كان العدد الطبيعي ان اثبت انه طلبات الآن على هذا السؤال، أثبت أيا كان العدد الطبيعي N كان UN خلينا ننزلها شوي بس بعد بحياتك الطلب أي لأنه مو واضح أيوة. طبعا حنكتب مباشرة ما هو مطلوب، أثبت أن UN أيوه. محصور بين الـ E وال خمسة. خمسة. طبعاً إثبات أي متراجحة، معظم المتراجحات التي تعطى في المتتاليات المعرفة وفق علاقة تدريجية غالباً إثباتها بالتدريج. نعم. فنكتب الخاصة المطلوب إثباتها. تمام. عم نحاول إنه نتبع نفس طريقة الكتاب وطرق العمل به. تمام. هي منرمزها طبعا للخاصة، حنرمزها EN الخاصة التي نريد إثباتها هي UN أنها محصورة بين الـ E و الخمسة. الخمسة طبعا بنكتب أنه ونريد ونريد إثبات هذه الخاصة بالتدريج أيا كان العدد الطبيعي N أيا كان العدد الطبيعي N. فالخطوة الأولى بالإثبات بالتدريج أنه نثبت صحة الخاصة من أجل أول عدد موجود في المجموعة. ونحن معطينا الخاصة اي واحد صحيحة، الخاصة اي صفر عفوا اي صفر صحيحة، لأن اليو صفر يساوي خمسة اللي هو عندي يا خمسة فعلا محصور بين الاي اللي هو عدد النبري 2.7 والخمسة محقق أيضا. تمام نفتح صفحة جديدة تمام. طبعا الخطوة الثانية
نقول لنفترض أن الخاصة ان اي ان صحيحة، ولنثبت صحت صحة الخاصة اي ان زائد واحد. تمام. طبعا الخاصة اي ان زائد واحد اصبحت انه هي يو ان زائد واحد، هي اللي محصورة بين لازم تكون الايه محصورة بين الاي والخمسة، والخمسة. بدنا نستفيد من خواص التابع اللي نحن درسناه. تمام. هلا لدينا فرضا، ننطلق من الفرض اللي هو يو ان اي ان صحيحة، ان يو ان محصورة بين الاي والخمسة، ولما كان اف متزايدا تماما على المجال من الاي للزائد لا نهائي، لما درسنا الاضطراد نستطيع ان ناخذ اف من لكل الاطراف نعم المتراجعه، كمان فينا نقول عن المتزايد تماما على المجال من الاي للخمسه، او من الاي للخمسه نفس كونه الشيء، ما في كان فرق. اف الاي اصغر او يساوي اف اليو ان اصغر او يساوي اف الخمسه، فالتزايد التام يحافظ على الترتيب. اف اليو ان هي يو ان زائد واحد كما نلاحظ، اف الاي هي اي اذا اوجدناها، اف الخمسه هي عباره عن خمسه على على لين لوغاريتم الخمسة، الخمسه، وهي وهي فينا أصغر من خمسة إلزاما، لأن الزمن. لوغاريتم الخمسة أكبر من الواحد. تماما تمام، تماما. فلذلك مباشرة وهنا معناتها فالخاصه اي ان زائد واحد صحيحه اعتمادا على اي ان، فالخاصة اي ان صحيحة ايا كان العدد الطبيعي ان. طبعا هذه الجملة نكتبها فالخاصة اي ان زائد واحد صحيحة ومنه اعتمادا على اي ان، فالخاصة اي ان صحيحة أيا كان ايا الطبيعي. كان العدد الطبيعي n أكبر أو يساوي صفر. تمام. لاحظوا انه هي هذا التمرين ورد مشابه له بالمتتاليات، ورد مشابه تابع كتابع كسري كتابع كسري. هنا استخدمنا التابع اللوغاريتمي. لوغاريتمي. تمام، تماما ممكن كمان بذات الطريقه ان نحوله تابع اسي. اذا المسائل طبعا هي فقط في افكار، موجب. نحن عم نتعامل مع افكار وليست مع تابع بحد ذاته، تماما الفكره هي اللي بدنا اياها. هلا كمان فينا اثبت ان المتتاليه متناقصه. اثبت، لاحظوا التابع متزايد تمام، وعم يقول اثبت ان المتتاليه، لانه هذه المتتاليه معرفه وفق علاقه تدريجيه، يعني ليست محموله على التابع الذي يمثل اف. تمام، اثبات ان المتتاليه يو ان متناقصه، حناخذ كمان فينا نثبت ذلك بالتدريج. بالتدريج، نعم. الخاصة مطلوبة، وهو نعم. مماثل قلنا له على تمرين سابق بس باستخدام التابع اللوغاريتمي، يعني مماثل تماما حتى تماماً. بالأفكار. إذا نستطيع إثبات ذلك بالتدريج بأنها متناقصة، حنكتب الخاصة لنثبت ذلك بالتدريج إي إن مباشرة إي إن، أن يو إن زائد واحد أصغر يو إن زائد واحد أصغر من يو من يو إن. نستطيع انه نثبتها بما بالتدريج. بما انها عم تكون متناقصة فأصغر ويساوي، متناقصة تماما فأصغر تماما. نعم. طبعا يو ان زائد واحد أصغر أو يساوي يو ان، نريد إثباتها أيا يكن العدد الطبيعي ان. طبعا الخاصة اي صفر صحيحة، لأن اليو واحد هتكون اليو واحد هي أصغر من اليو واحد. اليو واحد خلينا نحسبها، يو واحد يساوي واحد على لوغاريتم، عفوا يو واحد هي يو صفر، هي بالاساس يساوي يو صفر على لوغاريتم اليو صفر، اليو صفر هو خمسة، يو صفر يعني خمسة على لوغاريتم الخمسة، على لوغاريتم الخمسة، وهذا أصغر أصغر من اليو صفر اللي هي اليو خمسة. صفر اللي هي خمسة. تمام،
انه هلا تكلمنا عنها انه لوغاريتم خمسه اكبر اصغر تماما كمان. وبالتالي فنلاحظ انه ليست قضيه. فاليو واحد اصغر من الخمسه فالخاصه الاولى صحيحه. نفترض ان اي ان صحيحه، اي ان زائد واحد تتم صحتها عن طريق ان ناخذ لوغاريتم الطرفين، لوغاريتم الطرفين عفوا اف الطرفين، اف للطرفين اسف، كونه اف متزايد تماما. تمام. الطلب الاخير هلا بدي احكي عن مساله، لماذا طلب منا انه حصر قبل فكره التزايد والتناقص حتى نقول انه هو محصور بين اي والخمسه يو ان دائما، وبالتالي استطيع اخذ اف اليو ان مباشره بناء على الحصر استطيع. انا متاكد ان يو ان محصوره بين الاي والخمسه، وبالتالي لما تطبق التابع على اطراف هاي المتراجع فراح يكون صحيح. طبعا انا متيقن انه التابع من الاي للخمسه، يعني اليو ان هون عم تاخذ دور الاكس بالتابع. تمام. لانه وقت نقول اف اليو ان عم تاخذ دور الاكس، كونه اكس من الاي لللانهايه متزايد فانا بهمني من الاي للخمسه فعلا متزايد، فيني اخذ اف للاطراف دون ان تتغير جهه التراجع. اذا هلا بذات الطريقه خلينا ناخذ انه نفرض ان يو ان زائد واحد اصغر من يو ان وباخذ اف الاطراف. نعم. اذا هلا هون طلب نفرض نكملها اما لا خلاص خلينا ننطلق للطلب اللي بعده. الطلب اللي بعده طبعا هذا الامر حكيناه بشكل شفوي، اعطيناه بسيط هو غير معقد، انه بس بيفرض انه اي ان صحيحه واي ان زائد واحد انه ينطلق من الفرض اي ان وياخذ اف للاطراف مباشره يحصل على يو ان زائد 2 اصغر او يساوي يو ان زائد 1. تمام. طلب التالي المده الزمنيه للندوه صارت قد تقريبا منتهيه فبدنا نستعجل شوي. استنتج ان المتتالي متقارب واحسب نهايتها. استنتج ان المتتالي يو ان ان اكبر او يساوي الصفر متقاربه واحسب نهايتها. طبعا بنقول انه المتتالية اثبتنا المتتالية متناقصة وهي محدودة من الادنى بالعدد اي. فحسب مبرهنة هي متقاربة من عدد حقيقي ال. نكتب الجمل. لا خلينا مباشرة لانه نحن عم نحكي شفاهي. اذا متتالية متناقصة ومحدودة من الادنى بالعدد اي فهي متقاربة من عدد حقيقي ال. هذا العدد الحقيقي ال يجب ان ينتمي من ام الى يو صفر، يعني من الحد الادنى ليو صفر. يعني ال ينتمي الحد الادنى طلع معي اي واليو صفر خمسة. يعني يجب ان يكون هنا واف مستمر على هذا المجال، فيكون ال هو حل المعادله اف اكس يساوي اكس. تمام. هنا نوضح الفكره انه تابعنا اللي عم نتعامل معه هو تابع مستمر على هذا المجال. نعم. حسب نحن رغم كتبنا اشتقاق كونه هو اف اشتقاق هو مستمر. نعم. كتبنا اشتقاق فهنا استفدنا من الفكره. فحل المعادله اف اكس يساوي اكس، يعني بدنا نحل المعادله اكس على لن الاكس يساوي اكس بحلها. طبعا نلاحظ انه كون الاكس لا تساوي الصفر على المجال من اي للخمسه فيني اختصر فبيطلع بشكل سريع لان الاكس يساوي الواحد فاكس يساوي اي، فبتكون ليمت اليو ان لما الان تسعى الى الزائد لا نهايه تساوي الى اي. اي نفسها. هلا ليس بالضروره ان تجي تكون معنا اي هي نفس الحد الادنى اللي طلع معنا، بجوز تكون اكبر منه. طبعا بجوز تكون اكبر منه، يعني هون جاي الاي هي الحد الادنى بس احيانا ممكن تكون عنصر قاصر. نعم. فقط عنصر بجوز يطلع. وفي عندنا كان مثال على هذا الموضوع. نعم. وكان لو في وقت كنا تمام كان في عندنا مثال على هذا بشكل مباشر. طبعا استاذي كمان فينا ناخذ فكره ثانيه، فينا ناخذ كتابع بس نهايته بس ناخذ مباشره اف الاكس يساوي اكس زائد 3 خط كسر لا زائد تمام خط كسر لوغاريتم 2 زائد كوساين اكس على اكس مربع. لوغاريتم 2 زائد كوساين الاكس على اكس مربع. اكس مربع هذا التابع معرف على ار نجمه، اثبت ان المستقيم و يساوي x زائد 3 مقارب ما إلى الخط C إما في جوار الزائد لنهاية أو في جوار الناقص لنهاية. تمام. وادرس الوضع النسبي للخط C بالنسبة إلى هلا ما بقي غير معي دقيقتين بدي مشان آخذ النهاية المطلوبة فينا نشتغل بس. طبعا عند الناقص لنهاية بنلاحظ هو عند الناقص لنهاية fx ناقص y دلتا، طبعا بدي أثبت إنه دلتا هو y يساوي x زائد 3 مقارب ما إلى الخط C في جوار الناقص. تمام. في جوار الناقص لنهاية بيطلع fx ناقص y دلتا
هو عبارة عن لوغاريتم لاثنين زائد كوساين الإكس على على إكس إكس مربع. مربع. ففي جوار الناقص لا نهاية نلاحظ أنه في إحاطة. فيجب أن نطبق الإحاطة لأنه في كوساين بيطلع معنا وتظهرت معنا. فلازم لما بدي أنهي أعمل إحاطة كوساين الإكس محصور بين ناقص واحد والواحد ثم نضيف اثنين. ثم نأخذ لوغاريتم للأطراف كونه الحدود كلياتها موجبة، فبتصير هي صفر وهذه لوغاريتم الاثنين زائد كوساين الإكس وهون لوغاريتم الثلاثة، ثم نقسم على إكس مربع اللي هو المقدار الموجب تماما، فهون بقيت صفر. هذا هو اف إكس ناقص واي دلتا، هذا واضح إنه صفر وهذا صفر حسب الإحاطة، فبيكون هذا المقدار اللي هو صفر. تمام. فبيكون دلتا اللي هو واي يساوي إكس زائد ثلاثة مقارب مائل للخط سي في جوار الناقص. خلينا الفكرة الثانية كوضوح من خلال هذا الموضوع، مو اف إكس ناقص واي دلتا أكبر أو يساوي الصفر بالنسبة لي أو أكبر تماما، فأنا عملية هلا هنا أكبر أو يساوي الصفر لأنه بياخذ الواحد. تمام. يعني هو أكبر من الواحد، فنلاحظ أنه اف إكس ناقص واي دلتا هو أكبر أو يساوي الصفر، حيث يساوي الصفر عندما يكون 2 زائد كوساين الإكس يساوي الواحد، يعني كوساين ناقص واحد عفوا، يعني الإكس تساوي إكس يساوي بي زائد بي زائد 2 بي كي زائد 2 بي كي، يعني بيكون دائما سي فوق دلتا، سي فوق دلتا دوما. تمام. إذا درست الوضع النسبي واشترك مع وجود نقاط مشتركة بين سي ودلتا هي عبارة عن في النقاط التي فواصلها بي زائد 2 بي كي. تمام. فاصلة طبعا ترتيبها هي هاي. تمام. بي زائد 2 بي كي زائد 3. تمام خلاص، بس النقاط اللي فواصل هكذا هاد نفسه زائد 3 حيث كي ينتمي الى كي عدد صحيح. تمام استاذ خلدون فينا بس ارتاح. أول شيء يعطيك الألف عافية أعزائي الطلاب، أرجو أن نكون قد أفدناكم في هذه الندوة. نشكر الأستاذ خلدون. شكرا لك. شكرا لكادر التربوية كافة، وشكرا لكل من تابعنا. أعطيكم الألف عافية.